الشاشة حضرتك بتستخدمه في كل مكان، كل جديد عاملين لو عليك يا رب الخير يا رب. هوصف لكم المكان والعدة والطعم وكل حاجة، وعرفت كل حاجة في البيت إن شاء الله. في فيديو تعليم إن شاء الله هينزل تعليم البوصة، تربط البوصة إزاي بتاعت السير مش المكنة، البوصة العادية. لو شفت حتة فيها بوصة هوريك تربطها إزاي وتعمل أرميتها إزاي. دلوقتي شوف المكنة بتتخرج، تفتح الكوز ده يا إما بتفتح ده أهو الزرار ده، تبتدي من أول واحدة من فوق أهو، تبتدي من أول عقلة صغيرة من فوق اللابلون تطلع بيه كده، ما بتبدأش من ورا، تبدأ من أول اللابلون. أهو بطلع أهو العقلة أهي، أهو بربط دي تاني. واهم حاجه المكنه ما تتحطش على الارض، اهم حاجه ما تتحطش على الارض اهو، حط مكانها كده معززه مكرمه عشان تعيش معاك وتبقى كويس. وحلوه صلاه النبي تملى القلوب، ياما يا عم صلى على النبي تلاقي سريع. الله ينور حاجة اللي يا عم صلى على النبي تلاقي خريان. دين الزخل يا جماعه، ربنا يستر لنا الحال وشكر يوسف، وهنقول لكم على الصيام وهنقول لكم على كل حاجه ان شاء الله في الفيديو باذن الله. وحلوه صلاه الناس اللي بيقولوا يا عم صلى على النبي تلاقي خريان. بص يا جماعه، هو ده كده وصف المكان. ادي بتركن عربيتك اهو قبل الكوم اللي هناك ده، اقرب لكم اهو. تركن عربيتك هنا كده، احنا بنقفوا هناك كده تمام، لان مفيش دخول للشاطئ بالعربيه، اخرك عند الحته دي تمام. دي كده وانت جاي بعربيه، اما لو جاي مواصلات تنزل اخرك عند الروضه الخضراء وبتاخد شمال، في شمال بتلاقي نفسك على الشاطئ تمام كده. تنزل الروضه الخضراء وتنزل تمشي، يعني وانت باصص للروضه الخضراء هتاخد شمال وتمشي دغري، بعد كده معلش هتاخد يمين هتلاقي نفسك على الشاطئ تمام كده. طيب هتخش بقى من هنا، هوريكم الدخله منين وتخش ازاي. ادينا ركننا هنا اهو كده، احنا هنخش اهو في ممشى. واللي عايز حاجه يا جماعه يبقى يقول لي في التعليق، يعني اللي ناقصه اي حاجه او معلومه مش عارفها يبقى يقول لي في التعليق وانا اقول له. وهوريكم بس الحته اللي هي بيبقى ايه يعني بنقعدوا فيها. والنهارده البحر عالي جدا، بس احنا خدنا كام حته كده يعني، وفي حاجات كبيره كانت بتقطع القرم في الميه، فمش عارف ده بقى كان قراد داخل ولا ايه. يعني احنا خدنا قروسه وخدنا كام دنيسه كده بالجندفلي برضو، وفي حاجات بقى قعدت تقطع معانا في القرم، فمش عارفين ايه شكل القراد دخل فخلى السمكه منعت يعني. طبعا اول ما بتخش على الضوء في الوش ممكن تقعد في الوش على طول، الحته دي كويسه تمام، الحته اللي في الوش على طول دي حلوه فيها برك كويسه في وش الدخل على طول. وممكن تخش يمين وتمشي شوية، تمشي شوية. انا هوريكم الحتة اللي احنا قاعدين فيها، ما بتمشيش ياما، بتمشي مثلا بتاع 20-30 متر كده وتقعد. والحتة دي كلها برك، يعني هتقعد فيها ربنا هيكرمك وهترزق منها. وطبعا لو عايز تجيب اولادك وتقعد تتفسح عيش حياتك يعني. يعني بص هنا الناس عمالة تتفسح والناس برضو بتصطاد، والقعدة هنا لذيذة وممكن تقعد فيها لغاية بالليل، محدش هيقولك انت بتعمل ايه. وفي كشافات بتنور هنا والدنيا امان يعني. ده كده يا جماعة يعني انا وصفت لكم المكان،
ولو في حاجة تانية، أي معلومة تانية أنتوا كنتوا عايزينها يبقى قولوا لي بقى في الردود. طبعا المية زي ما أنتوا شايفين عالية، عاملة ازاي النهاردة؟ مية عالية جدا، لو إن الريح حلو يعني، بس عالية. هو الريح لما بيبقى شرقي السمكة ما بتبقاش شغالة حلو، فيه الغربي طبعا سمكته بتبقى حلوة وسمكته بيبقى شغالة على طول. وكان في ظهر النوى برضو كان كويس، والنهاردة كويس بس هو عالي، بس يعني هو كان في حاجات بتضرب بس 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 الريح عالي جدا. مش الريح بقى، هو الريح حلو بس البحر عالي جدا، مش عارف ليه يعني عالي قوي يعني، المفروض ان هو يبقى اهدى من كده شوية. وحلوة صلاة النبي تملى القلوب، ياما يا عم صلى على النبي تلاقي خدامة. نتقابلوا على خير يا جماعة إن شاء الله. ياما يا عم صلى على النبي تلاقي خدامة. نقطة يا جماعة، أول استفتاح عرفت المكان إن شاء الله. أهو أهو الله ينور يا دولة، نورك يا حاج، الله ينور يا دولة، لسه حية. السلام عليكم حبايبي. طبعا النهارده زي ما انتم شايفين الميه الريح عالي، وكان في حاجات تقيله في الميه، مش عارف بقى ده قراد ولا ايه. قطعت معايا القرمه كذا مره، بس خدت يعني قروصه وكام دنيسه كده، يعني القرمه قطعت مني مرتين في الميه لان كان في حاجات تقيله في الميه، انا مش عارف بقى ايه هي بصراحه. ده ضروري قراد يعني او محراد حاجه زي كده، لان السنون كلها بتتقطع مني في الميه. فطبعا انا غيرت القرمه، يعني مش شرط ان انت لما تيجي تلاقي حاجه بتقطع منك. انا غيرت القرمه، بص حطيت مدور قد ايه، وطبعا غيرت البتاع ده السن، حطيت سن كبير شويه عن اللي انا بشتغل بيه، واعفى كمان منه لان كله عمال يتقطع. وحطيت شعر تخين 25 تحت، وبحط ساعات 30. وطبعا زي ما عرفتكم، ادي الرصاصه وادي الخرزه. طبعا ما تركبوش انتوا المدور الكبير ده، انا مركبه عشان في حاجات بتقطع في الميه بس، يعني ان انا مش عارف ايه يعني. دلوقتي ربنا سهل لنا، لو حاجه طلعت منهم هنوريها لك ان شاء الله. بس هي كان الدور اللي فات كان شغال معانا المحرات، يعني انا لما بجيب بقى لما بلاقي الحاجات الكبيره دي بحط لها مدور زي ده. بص المدور قد ايه، قرب يوسف كده عشان يشوفوه. ادي المدور اهو، ده بحطه عشان مفيش حاجه تقطع منه. دور رصاصه المية يعني، للناس اللي مش عارفينها. طبعا في المايه اللي زي دي بتشتغل برصاصه 80 او 100 يعني. طبعا هنوريكم الطعم ده اللي هو اصلا بيخش عليه حاجات مش عارف بقى، هو بيخش عليه متقلات بصراحه في الميه، الجندفلي ده. وبعدين لما تجيبه طازه بيجن السمكه اهو، بتيجي تفتحه بيتفتح بالعافيه اهو. باجي اعمله بدككه تمام اهو، بدكك كده واحده واحده عشان السمكه ما تشدهوش يروح طالع اهو اهو. بدكك، بسيب منه حته مدلدله صغيره كده، اللي هي اصلا دي يعني زي المعده بتاعته او كلام من ده، بتبقى نازله من تحت كده عشان تخيل السمكه. اما بتيجي ترمي هوريكم بقى طريقه الرمي. تعالى يوسف معايا، بتطلع الرصاصه فوق. بص الرصاصه بتبقى فين تمام، بفتح البيك اب بتاعه اهو تمام، وبخلي البوصه ورا. وانا برمي اول ما الرصاصه تيجي قدام بسيب الشعر. برمي في القريب وادي المكنه يا جماعه، اللي هي اسمها واي اف 8000.
وكان في ناس كتير عايزه تعرف ثمنها. انا سالت النهارده على ثمنها وثمن البوصه، ففي فيديو هينزل في الفيديو بتاع التعليم هينزل ثمن البوصه كام وثمن المكنه كام. هو في ناس لسه شاريه النهارده يعني، وان شاء الله بامر الله هنزله لكم في الفيديو بتاع التعليم، مش الفيديو بتاع السيد، هنزل لكم في الفيديو بتاع العده بتاعه التعليم. وحلوه صلاه النبي تملى القلوب، يا ما عم صلى على النبي الاخر يعني.